شو اسمك؟ حسن رجب. من وين يا حسن؟ من الصياف. شو جابك يا حمص؟ طلعت بالأمن. قديش صار لك مطوع؟ ما صار لي 10 أيام. طب أنت مدني، كيف مطوع؟ إجا الأمن اللي عنا على منطقتنا عم الصياف وصار يقول يا علوية تعال تطوع لأنه السنية عم بتذبحكم. فجيت طوعت. شو سلموك؟ سلموني مسدس وبارود روسي. شو عم تطلعوا؟ نطلع بالسيارات كل 4-5 سوا. شو مهمتكم؟ خطف بنات. حصرا خطف بنات؟ حصرا. طيب البنات اي بنات بتشوفوها ولا في نوع معين يعني؟ لا نوع معين. شو؟ البنات المحجبات، حصر المحجبات. بامر من مين؟ بامر من رئيس الفرع. بامر من رئيس الفرع، حصر المحجبات. شو عم تعملوا فيهم؟ بيغتصبون. وين بيغتصبون؟ بالفرع. كيف؟ بينزلون على السجن، على الزنزانه اللي تحت. بيغتصبون كل دوري مثلا الدوري اللي بتجيبهم مثلا البنات بتغتصبون. إذا أجي الدورية تانية بيخلوا البنات يتحمموا بيردوا بيغتصبون مرة تانية. بس العساكر ولا كمان بالضبط؟ لا في حسب حسب حلاوة البنت. يعني إذا البنت حلوة وصغيرة بيطلعوها لرئيس الفرع. بيطلعوها لرئيس الفرع. ممتاز، كم بنت في عندكم؟ تقريبا في شي 25 بنت. 25 بنت، كلهم محجبات؟ كلهم. من وين عم يعني عم تخطفون من اماكن يعني معينه ولا لا؟ لا ايه من الاماكن الراقيه بحمص مثل الوعر، الانشاءات، الغوطه الحمراء. ايوه هاي المناطق اللي. طيب في شيء عصابات مسلحه بالبلد؟ لا لا ما شفت مصلى عصابات مسلحه ولا شيء. مين اللي جابك لهون اذا ما في عصابات مسلحه؟ كيف جيت لهون؟ الجيش الحر. جيش الحر؟ نقيب بالجيش الحر. نقيب بالجيش الحر اللي جابك لهون؟ ايه. في اي اسئله ثانيه؟ في شيء ثاني حابب تخبرنا اياه؟ في طيب في بنت اليوم انفقدت، في شيء يعني عمليه اختطاف حديثه تمت اليوم؟ كانه انا اليوم انخطفت بنت من بيت ما تذكر من بيت مين، يمكن من بيت غليون. ايوه يمكن من بيت غليون. شو السبب؟ ما بعرف، انه حسب ما سمعت انه بتقرب واحد من المعارضين. واحد من المعارضين؟ يعني المعارض اللي برا بتبعته حدا يخطف حدا من اهله هون؟ هيك الظاهر. انت عبد مأمور يعني؟ عبد مأمور. في كثير مثلك هيك؟ في كثير كثير. ماشي، يعطيك العافيه.